طيب دكتور خالد، بشكل مباشر والد الطفل مينا يتوجه لمين، يروح لمين في المستشفى يعني بشكل مباشر، لان الراجل بقاله 10 ايام امام باب المستشفى. لا ده هاخد نمرتي انا وانا اللي هكلمه بعد ما اخلص الحلقه ان شاء الله، انا هكلمه واعرف ايه مشكلته وهتعامل انا مع يا الموضوع. حضرتك هتتواصل معاه ايوه بعد بعد الحلقه. الحلقه ايوه مباشره ايوه يا وتقول فندم. له يتوجه لفين بكره؟ ايوه يا فندم النهارده لو امكن. النهارده كمان؟ اه طيب ان شاء الله. بنتمنى ده. طيب